بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا في حضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. النهاردة الحقيقة أهم حاجة هنتكلم عنها، النهاردة هنتكلم طبعا عن كل ما حدث من فنيات وكل الأمور الفنية واللي حصل امبارح في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن ماذا قالت الصحف العالمية على هذا الافتتاح المبهر للغاية؟ الافتتاح المبهر للغاية، افتتاح رائع، الكل أشاد بالافتتاح، ما فعلوا المصريين أمس الحقيقة في افتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الكل أشاد بهذا الشكل وبهذا، على الرغم من أن البعض قال أن الحفل قصير، ولكن قالوا أن حفل قصير ولكن مركز ومبهر للغاية، مركز ومبهر للغاية. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين دي صور من الحفل امبارح. أنا الحقيقة لم يسعفني الحظ أن أنا أتفرج على الحفل على الهواء مباشرة، لما روحت بالليل بقى واتفرجت على الحفلة الحقيقة فخور جدا بأنني مصري، حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا جدا جدا. المصريين لما بيعوزوا يعملوا حاجة بيعملوها، المصريين لما بيحطوا في دماغهم حاجة عشان يعملوها بيعملوها. زي ما حضراتكم شفتوا الكل أشاد بهذا الافتتاح، الكل أشاد بما حدث أمس، الحقيقة مظاهر للفرحة، مظاهر للنظام أثناء المباراة أو قبل الدخول في المباراة، ونظام أثناء المباراة، نظام في حفل الافتتاح، نظام ما بعد المباراة والخروج من الاستاد، حاجة كانت ممتعة في كل شيء، حاجة كانت رائعة. الكل فخور بما قدمه شباب المصري في هذه الاحتفالية الرائعة الحقيقة. ومش عايز أذكر اسم مسؤول، لا، كل المسؤولين من أول رئيس الجمهورية لغاية أصغر حد موجود، كل الحقيقة بذل مجهود كبير جدا جدا عشان تظهر هذه الصورة أمام حضراتكم. البداية بقى مع الصحف العالمية، هنعكس الأمور النهاردة وهنتكلم أو هنبدأ النهاردة برنامجنا بماذا قالت الصحف العالمية على حفل الافتتاح. صحيفة أس الأسبانية أشادت بحفل الافتتاح ونشرت خبر بعنوان بحفل افتتاح مبهر، مصر تنقل الصورة للعالم، صورة مختلفة للعالم عن القارة السمراء. وقالت الصحيفة عبر موقعها على الإنترنت أن حفل الافتتاح شهد تقديم بعض الاستعراضات والفقرات الفنية المستوحاة من التاريخ الفرعوني والفلكلور المصري والذي استخدم خلالها الألعاب النارية وأيضا التكنولوجيا الحديثة، والتي أظهرت الحفل بصورة مختلفة عن حفلات الافتتاح في السابقة للبطولة الأهم في القارة السمراء، كما أبرزت الصحف فوز منتخبنا على زيمبابوي بهدف تريزيجي. أما صحيفة لوموند الفرنسية أشادت بحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 ونشرت خبر بعنوان كأس الأمم الأفريقية عرض لمصر السيسي. وقالت الصحيفة أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكس هذا على حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية. أما صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية أبرزت فوز منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية، وصحيفة ميرور الإنجليزية أيضا اهتمت بفوز منتخبنا الوطني على زيمبابوي بهدف نظيف ونشرت خبر بعنوان صلاح يحافظ على هدوءه في فوز مصر على زيمبابوي في افتتاح كان 2019. أما هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أشادت بحفل الافتتاح واهتمت بفوز مصر على زيمبابوي ونشرت خبر بعنوان مصر المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا تهزم زيمبابوي في مباراة الافتتاح. أما من موقع بليتشر ريبورت نشر صور من حفل الافتتاح لبطولة الأمم تحت عنوان كأس أمم أفريقيا تصل القاهرة وسط حفل افتتاح يبهر العالم. أما صحيفة الجارديان البريطانية حفل افتتاح الذي يقيم في استاد القاهرة الدولي بدا مدهشا في ظل أجواء مظلمة وأرض تضيء بثلاثة أهرامات ضخمة وآلاف الهواتف المحمولة لنقل هذا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما موقع جول العالمي قال عظيمة يا مصر، افتتاح يسحر العيون، أشاد فيه بحفل التنظيم المبهر. أما موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر تبهر العالم مع افتتاح كأس الأمم الأفريقية، حيث قال أن البطولة الأهم في القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزا ومبهرا وخطف أعين العالم مستحقا الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم. دي حاجة
الحقيقة حاجة كلنا فخورين بهذا الحفل، وكلنا فخورين بهذا الشكل اللي ظهرنا بيه. الشباب